عدو الصهيوني يحاول وحاول أن يحرر أسراه بالقوة، يحاول أن يدمر حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالقوة، يحاول ولا زال يحاول ولم يحقق أي من أهدافه. وبالتالي محاولاته المستمرة هذه التي باءت بالفشل دعته بعد أكثر من شهر أو 40 يوم أن يلجأ إلى التفاوض غير المباشر مع حركة حماس لإطلاق سراح. من رفض أن يوقف إطلاق النار وإطلاق سراحهم بدون مقابل، ولكنه بعد ذلك أجبر على أن يوقف النار ويتفاوض مع الحركة التي يدعي أنه يريد تدميرها، معترفا بأنه لا سبيل له من إطلاق سراح المدنيين، وتم إطلاق سراح النساء والأطفال.